تبدو الحمرة دما، لطالما كان الشارع مردعا للمثقفين. أما اليوم فبعض الأزقة على الأقل تغيرت. في 23 من أيار ظهر هاني الشنطي في الحمرة وهو من عناصر فتح الإسلام ليواجه الجيش اللبناني ليلة كاملة سقط خلالها قتيل. قبل 48 ساعة كتب زياد الزعتري في الأخبار عن قاطع رؤوس سوري هرب من سوريا وهو يقيم في شارع الحمراء. وفي قضية منفصلة، ليلة الثلاثاء الأربعاء نامت الحمراء مجددا على دم ثائر فاضل السوري الجنسية. بنشوفه بصف موتسيكو هون وبيطلع على بيته. كان بالسياسة مع حدا؟ ما بعرف هيك شيء، لا ما بفتكر، لأنه شاب كتير قدامي هيك بنسمع يعني بالمنطقة حدنا. ما له أعداء، ما بيعمل مشاكل مع حدا أبدا؟ نحن هون لا، يعني إنا قدي هون بالشغل ولا مرة شفنا له شيء مشكل ولا سمعنا شيء، يعني كل منطقة بتحكي عنه إنه شاب منيح وآدمي. بعرف إنه آدمي وما بيتعاطى مع حدا، بيجي عشية بصف مستقله هون وبيروح وما خصه بحدا شيء نهائيا، بس هون بالشارع في كتير زعران ويومية في مشاكل. في التفاصيل أنه ليل الأحد الفائت وتحت منزل ثائر في الحمرة ثارت ثائرة خضر شيم السوري الجنسية أيضا، وهو كان في حال سكر شديد ويكيل الشتائم للرئيس الأسد، ما دفع ثائر للنزول إلى الشارع والاشتباك فيما بعد مع خضر وهو على معرفة مسبقة به. يوم الأحد بالليل كان شاب سكران، كان يسب على سيد الرئيس بشار وعلى سيد حسن نصر الله، كان يسب على البناية ونزل لعند الشاب اللي توفى الله يرحمه، قال له عيب مشي السلاح كل حكي هيدا، ونزل لعنده لياخذه على بيته ويعرفه سكران. صار بعد شوي بيسب على خواته وكانوا موجودين في خيه معه، ما سكت صار المشكل هو بلشوا فيه، وبعد شوي راحوا على البيت واجا لابس بالبوكسر اللي شفته بعيني انا، عرفت علي كيف، وصار يسب سب انزلوا بالبنايه ونزلوا أخ الشباب، وبعد شوي أنا نزلت من الخامس الأرضي ما لحقت مشكلة هون تحت بس نزلوا؟ ما بعرف، أنا جيت ما لقيت حدا، لقيت سيارة المعلومات إجت، قال وجهت المعلومات هلا بتحملوا عم بتدوروا له، قال خذوهم المعلومات. أوكي. هيدا يوم الأحد اللي صار. أوقف خضر بجرم سكر ظاهر وخرج بعد 24 ساعة من دون أن يدعي على ثائر بأنه ضربه. قال لأصدقائه بعيد خروجه إنه ابن عشيرة من دير الزور لا ترضى إلا الأخذ بالثائر. ليلة الثلاثاء وصلت المساعي إلى محاولة إقامة صلح بين ثائر وخضر. استبق خضر المصالحة لينتظر ثائر فور عودته من عمله بعيد منتصف الليل ويتعارك معه تحت منزله، ثم يعالجه بضربة قاضية بسكين سطور على رقبته. كاميرا مراقبة إحدى المحال المحيطة رصدت وصول مجموعة مؤلفة من 4 أشخاص تحت منزل ثائر. تقدم منه شخصان هما خضر شيم وصديقه سعود سليمان، وبعد قتل ثائر هرب الجميع نحو منزل خضر الواقع في الشارع المقابل لموقع الجريمة، حيث وضب أغراضه وهرب قبل وصول الشرطة إليه. موظفون